أو شهد إقليم تلودان أمس، حيث تم الاستماع إلى إفادات كل من السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، السيد وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة وإعداد التراب، السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. وبعد استعراض الحصيلة الرسمية، 7 من المتوفين رحمة الله عليهم، ضمنهم مفقود واحد توفي، شخص مسلم رحمة الله عليه، أسأل الله عز وجل لأهلهم الصبر والسلوان. جرى التوقف عند أولا من جهة السيد رئيس الحكومة، أعلن عن أن عملية التحقيق والبحث جارية من طرف الجهات المختصة، كانت تعبئة على مستوى السلطات الترابية والقطاعات الحكومية المعنية لمواكبة تداعيات هذه الفاجعة المؤلمة. كما تم التأكيد على عدد من النقاط الأساسية، ومنها تعزيز استراتيجية بلدنا المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية بما يعزز من القدرة الاستباقية. ومن ذلك الإجراء الذي سبق أن تقرر، ويهم إحداث مديرية مركزية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، خاصة ما يتعلق بالمخاطر الفيضانات، زلازل، تسونامي أو انزياحات. فضلا عن التأكيد على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتقويتها، وإرسال خريطة شاملة لمختلف الحالات، ومن ذلك تعميم اعتماد الوثائق التعمير المتعلقة بالعالم القروي، فضلا عن تعزيز تأطير الملك العام المائي، وذلك بما يحول دون تكرار مثل هذه الأحداث المفجعة والمؤلمة، مع تجديد الدعاء لضحايا للشهداء بالرحمة ولأهلهم بالصبر والسلوان، مع تأكيد أيضا على أن السلطات ما زالت معبأة لإيجاد الشخص السابع المفقود. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.